الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أيها الإخوة في الله، نحن في أيام مباركة، وفي ليالي معظمة عند الله عز وجل، وفي شهر جليل، ألا وهو شهر القرآن، شهر رمضان. فرمضان يتميز من بين سائر الشهور، والله عز وجل اختاره لكي يكون لهذه الأمة مغفرة ورحمة، وفيه تعتق الرقاب من النار وتغفر الذنوب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يغتنمونه ويغتنمون هذه الفرصة. فرمضان له فضائل كثيرة، منها أن الله عز وجل أنزل فيه القرآن، فقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن في هذا الشهر المبارك نزل القرآن، نزل هذا الوحي الإلهي، نزلت هذه الرحمة، نزلت هذه النعمة، نزل هذا الروح على هذه الأمة، نزل القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم. فإذا كلما تشبث الإنسان بهذا الوحي إلا ويكون مقربا إلى الله عز وجل، يعني تفتح له الجنة، يعني أنه يكون من أهل الإيمان، يعني أنه يكون من أهل التوفيق. فالتوفيق في القرآن والهداية في القرآن. فإذا هذا الشهر نزل فيه القرآن، من فضائله أن الله عز وجل أنزل فيه القرآن. ثم بعد ذلك فيه ليلة القدر، من فضائل رمضان ومن خصائصه، ومن الأمور التي تميز هذا الشهر على سائر الشهور، أن ليلة القدر في رمضان. وليلة القدر كما تعلمون خير من ألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إذن من بين ما يميز هذا الشهر أن فيه ليلة القدر. ثم إن هذا الشهر تفتح فيه الجنة لمن يطلبها، لمن أراد أن يدخل الجنة، يعني تهيأت الأسباب لكي يدخل الإنسان الجنة، تهيأت أسباب الهداية والتوبة إلى الله والصيام والقيام والتقرب بالإحسان، كل هذه أسباب كي يكون الإنسان من أهل الجنة. ومن خصائص هذا الشهر أنه تصفد فيه الشياطين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين. فإذا صفدت الشياطين فإن الإنسان يستطيع أن يعبد الله عز وجل حق العبادة، يستطيع الإنسان أن يقوم الليل، يستطيع الإنسان أن يقدم البر والإحسان، يستطيع الإنسان أن ينفق في سبيل الله. فإذا هذه كلها أسباب تجعلك تنشط في عبادة الله عز وجل. كلما فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النيران، كلما صفدت الشياطين، إلا والإنسان يستطيع الإنسان أن يقوم بعبادة الله عز وجل على وجه المطلوب. ثم من خصائص هذا الشهر فيه القيام وفيه الصيام، ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن كلما صام الإنسان ابتغاء وجه الله، صام الإنسان ابتغاء مرضات الله، كان الإنسان مخلصا في صيامه، كان الإنسان أن الله عز وجل يراقبه في صيامه، وكان الإنسان يقوم من الليل ما استطاع إلا ذلك سبيلا، فإن الذنوب تغفر، وإن الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل. فإذا خصائص رمضان كثيرة، ولكن من بينها أنه نزل فيه القرآن، وأن فيه ليلة القدر، وأن فيه الصيام، وأن فيه القيام، وأن أبواب الجنة تفتح، وأن أبواب النار تغلق. ف
فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يغتنمون الفرصة في هذا الشهر الكريم. آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.